بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 20 بعد 1000 على 1 بعنوان الدفاع عن أولياء الأمور علماء وحكاما. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق 13 من الشهر الأول 1991 ميلادي. خلاص الوقت ايش؟ الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير. شيخنا هذا كاتب انه في نشرات، ما ادري في نشرات. ابو ميحل اللي فكرت. اي نعم في نشرات. هذول يا جماعه قصيرين جدا. لا هون ما في. هذا اجاني طرد من الفلبين في هذا المكتوب. واجاني كمان لا اجاني الله اعلم. لا الورقه اللي بدي بحس فيها هون هدول جماعه الجهاد. هذا في رد على ابن باز والالباني وعثيمين، هدول منتشرين في الفلبين. بس في عندي قصيده خطيره جدا. اسمع يا ابا عبد الرحمن، بيقول لفهد: ثقلتك امك يا ابا الاجرام، يا هادم الحرمين والاسلام، يا لا لوم يا كلب فانت منافق، بل عابد الكفار والظلام، الى اخره. هم ألبسوا كلب الجزيرة ثوبنا، بل خادم الحرمين والإسلام. بعدين خائن يا شيخي. ها خائن. يمكن والله أصبت. بعدين شو بيقول؟ بل ألبسوا كلب الجزيرة ثوبنا، بل لا هي حطتها بين هلالين يعني حكايه، خادم الحرمين والاسلام. هم بايعوه على الامامه في الدنا كي يرتقوا بمناصب الاوهام، بل بالفتاوى ياكلون طعامهم، يا بئس من يحيا هنا بحرام. لا يا ابن باز تب، فإن مصابنا جلل بعود الدين للأصنام، فتواك كانت لليهود كلهم لكنها كالسم للإسلام. أتجيز أن يأتي اليهود بأرضنا من بعد أن داسوا لنا بالشام؟ أتجيز أن يأتي النصارى بيننا
ونساق بين عبيدهم بلجام، أتجيز أن إيش؟ تحمي نحمي حما أعراضنا بالزانيات، أنحن كالأغنام؟ أتجيز أن نأتي بأمريكا هنا وبربع مليون من الهدام؟ هل ربع مليون كفور فاسق يحمي حما الحرمين بين كرامي؟ إلى آخره. وبحثت عن شيخ حديث فلم أجد صوتا يقض مضاجع الأقزام، بل أو الأقوام، بل قال لا تدعوا البيوت فإننا في فتنة أنى لنا بزمام. يا شيخ أين العلم في ساح الوغى؟ بل أين قول الحق والإبرام؟ أو كلما حلت مصائبنا بنا قلتم لنا لا وقت للإقدام؟ حتى أتانا في الديار عدونا، بل مزق الأعراض بالأقزام، بل جاءنا شر البرية كلها بالجيش بالقصص بالحاخام. فالمسجد الأقصى رأيت ضياعه، لكن طواك الصمت بالإهجام. لم تتنتعظ بضياعه أو حرقه أو ندافع الأعداء لو بكلامي. شيخ الحديث فتب وجاهد بالقنا بالسهم أو بالرمح أو بحسامي. وسألت عن ذاك الفقيه بأرضه ولقربه من ساحة الإظلام، يا ابن العثيمين الذي حدثتنا بالعلم والتوحيد والأعلام، أتصوم عن قول يضيء طريقنا وتعيش بين مصائب ونيام؟ أين العقيدة والمقال وعلمكم؟ أم إنه علم مع الإعدام؟ يا ابن العثيمين استفق قبل الفنا، فاليوم يوم الصادق المقدام. اليوم نرجو أن تكون موحدا قولا وفعلا ثابت الأقدام، ومن ومزمجرا كالليث تحمي ديننا وتزيل عساكر الكفر والحكام. وخطيبنا القطان رغم زئيره قد فر يوم الزحف من صدامه. شوف الظلم هذا. نعم شيخنا، أريد منك مصدر الشعر اللي انت هنا، أو هذه الكلمات اللي سمعتها اللي سمعتني إياها. هذه أرسلها إلي أحدهم من أمريكا أو من الفلبين لأطلع على ما يقوله الذين يدعون المسلمين للجهاد ومقاتلة حكام المسلمين الذين كانوا يسمون من قبل بجماعة الهجرة والتكفير، الآن يسمون أنفسهم بدعوة الجهاد، فيدعون المسلمين أن يجاهدوا حكام المسلمين وأن يقاتلوهم. فهذا من سوء فهمهم للإسلام وجهلهم بمعرفة أوضاع المسلمين، وهل هم هيئوا أنفسهم ليتمكنوا من قتال هؤلاء الحكام إذا كانوا جميعا يجوز مقاتلتهم لو كان المسلمون يستطيعون أن يقاتلوهم. جزاك الله خير. وإياك إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. اللي سألنا هذول شباب الناعور طبعا بيأمنوا بالسفياني وبيعتبروا السفياني هي نفسها دولة إسرائيل حاليا. أنت بشرني أنه ما هو السؤال اللي ما جاوبتك عنه، ما هو لغاية الآن ما جاوبت؟
ما لك ما هو نفسه؟ ما هو السؤال الذي ما أجبتك عنه؟ اللي هو لسه مسألهوش. السؤال اللي قبليه. في أكثر من سؤال شيخنا. وكل ما جاوبت يعني تقريبا السؤال الأول جاوبت نصه، السؤال الثاني ما جاوبت عليه. قولش السؤال الأول شيخ. ما تعودنا من الشيخ. السؤال الأول. الله أعلم. طيب أنا أتأسف وأعتذر. عن إيه؟ السؤال الأول اللي هو الفرق بين المتعالي والمتكبر بالنسبة للبشر. إيه. أي نعم. هذا الحق معك، بس الحق مو علي. الحق علي؟ لا ولا عليك. على مين؟ على غيرنا. انت لازم دائما تصنف السؤال في ذهنك وترتبه وبعدين تلقيه. نعم. مش بعد ما بتلقيه خطأ وتأخذ الجواب صوابا تقول لا أنا مو هذا قصدي. إذا كان سؤالك الفرق بين المتعالي وإيش؟ والمتكبر. من البشر. نعم. المتكبر معروف أظن عند السائل. نعم. أنه يكون مذموما. أما المتعالي فقد يلتقي في المعنى مع اللفظ الثاني وقد يفترق، فقد يكون متعاليا على الناس ويكون بمعنى اللفظ الآخر، وقد يكون متعاليا عن توافه الأمور فيكون ممدوحا. عجبا؟ إيه جزاك الله خير. إذن التعالي المذموم هو الكبر. كبر. غيره. الشيخ بالنسبة للمرأة التي تحيض في رمضان، إذا أفطرت وبقيت طوال العام لم تصم، لم تقضي ما عليها، لم تقضي ما عليها، وجاء رمضان الآخر، هل هناك يعني هل بإمكانها أن تقضي بعد ما دخل رمضان الثاني؟ هل هناك كفارة أو لا؟ كفارة؟ نعم. لا عليها قضاء. يجب أن لأنك أنت تسأل عن الحائم. نعم. والحائم ما عليها كفارة، إنما عليها قضاء. حتى لو فات العام. ولو فاتها أعوام. يعني هناك بعض الأقوال بتقول إنه إذا دخل رمضان الثاني مضى وقت القضاء، وهذا لا أصل له في السنة فضلا عن الكتاب. قضاء شيخنا أطلق وقتها، أما القضاء قيد وقته بالنسبة للصيام يعني، يعني في بعض الناس مفاهيمهم وأشاعوا أنه في كفارة أو شيء، وبالنسبة للصلاة يعني أطلق وقت يقضيها متى شاء. شايف أنت؟ يا عجيب. يا سيدي الشيخ. نعم. بالنسبة للفتنة الخليج اللي الآن، في قاعدة شرعية بتقول إذا تترس الكفار بالمسلمين يجوز قتل المسلمين للوصول إلى الكفار، كيف نقارن هذا القول بقولك أساس أنه إلزموا أحلاس بيوتكم، أساس أنه منوجه أسلحتنا إلى
العرب المتجمعين الآن؟ لأنه الآن لا يوجد جهاد. الآن فتنة. وبناء على أنه هذا الزمن زمن فتن، وأظنك أنت مقتنع معنا أنه هذا زمان زمن فتنة. ولا ملك مقتنع؟ لا مقتنع طبعا. فبالنظر إلى هذا الذي نعتقده أن الزمن الآن هو زمن فتنة، ففي زمن الفتن قال عليه السلام كونوا أحلاس بيوتكم. أما ما ذكرته أنت آنفا فهناك في الجهاد، لما يكون في جهاد ورأي إسلامية مرفوعة وتريد أن تقاتل الكفار، ثم هؤلاء الكفار يتترشون ببعض المسلمين، وهؤلاء المسلمون بديل أن ينضموا إلى المجاهدين بحق، فهم يعيشون مع الكفار، وما يجوز لهم في الأصل أن يعيشوا مع الكفار، لأن الإسلام يوجب على من كان كافرا ثم أسلم أن يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فبقاؤهم في أرض الكفار أولا خطأ إسلاميا، ثم أن يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا ترسا للكافرين المحاربين للمسلمين فهذا خطأ آخر. ولو كان غصب عنهم يكون الغصب، أنت الشيء المقدم الأولى. لماذا لم يهاجروا؟ نعم، إذا كان يعني أسرى حرب، أسرى حرب وكانت جولة ثانية كويس، يبقى الجواب الأول أنه هذا في الجهاد. نعم، ولو كنا جماعة تجمعنا على أساس أن نكون إحنا قائمين في الجهاد ولا نكون تحت راية أحد، وهل هذا واقع أم خيال؟ إن شاء الله نكون واقع. إذا كان قضية إن شاء الله، إن شاء الله بكرة يصبح دولة الإسلام قائمة، لكن القضية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني بارك الله فيك، يجب أن تتذكر معنا حقيقة شرعية كونية، وهي سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. من هذه السنن الإلهية الكونية قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين الجهاد الذي أنت افترضته في كلمتك الأخيرة آنفا، هذا لا يخفاك أنه يحتاج إلى استعدادات جذرية وأساسية وقوية، قوية جدا، تستطيع أنت ولا غيرك أن يتصور، فضلا أن يجعلها حقيقة واقعة. ما بين عشية وضحاها كل هذه المقدمات التي لا بد منها تصبح حقيقة واقعة. لا، هذا ليس من سنة الله عز وجل، وأظن أنت تؤمن بهذا الكلام. نعم كويس. أنا تكلمت على أساس أنه لو فرضنا أن هناك استعداد من أمد بعيد وجاءت الفرصة الآن، ولماذا تبحث في الفرضيات ولا تعالج الواقع؟ يا سيدي أنا أعطي بالك، نحن تعلمنا من علمائنا أن الذين يشغلون أنفسهم بالفرضيات ينسون أنفسهم عن الواقعيات، إذا صح التعبير. نعم صح، الله يجزيك خير. وأنا اللي بدي أوصل له يا سيدي إنه إذا توفرت جميع الشروط اللي تكلمت فيها حضرتك الآن، هل يجوز قتال الكفار الأمريكان الآن في الخليج وفي بناتهم من العرب والمسلمين المرغمين على الوجود هناك؟ ما هو القضايا كلها تساق بميزان واحد. لما تفترض انه في جهاد ما بتشوف الفتنة، حتما
ولذلك نحن نعيش في خيال لا نزال. أول ما وقعت هذه الفتنة كلمتنا أكثر من مرة وفي هناك أشرطة متعددة، في بعضها قلت كان المفروض أن العراق حينما اعتدى على الكويت أن تطبق الآية الكريمة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان المفروض من هالدول العربية الدولة التي يظن أمثالنا من المسلمين أن تكون هي الدولة التي توقف الدولة الباغية عند حدها بأن تحاول الصلح بينها وبين ما بغي عليها، فإن أبت فتقاتل. مين هي الدولة اللي قاتل العراق؟ كنا مطبقة ما في، كنا نفترض أنه تكون أحسن دولة يليق بها أن تنفذ هذا الحكم الشرعي هي السعودية، لكن السعودية عاجزة ولذلك استعانت الكفار، عرفت كيف؟ فهون بقى أنت لما تتصور، نفترض أنه في جهاد، هذا الجهاد يتطلب قيادة، صح ولا لا؟ نعم. القيادة معناها رئيس دولة، معناها رئيس دولة في خلافة، رئيس دولة مبايع إلى آخره، هذه كلها مربوطة بعضها مع بعض. حينئذن هدول رح يقوموا بالواجب اللي كنا نظنه رح تقوم به السعودية، لكن لا دون موجودين ولا السعودية موجودة، فما على سبوق هذه الفتنة. والآن أخي الشعوب المتحمسة لا تستطيع أن تعمل شيئا إطلاقا، إلا جهود فردية بتكون فردية، ما تستطيع أن تعمل شيئا. وبعدين ناس معهدون وناس معهدون، وكل مين مثل ما بيقول بعض البلاد بيغني على ليله، شايف؟ واللي بيمثلكم هذه الحقيقة مع الأسف المؤتمرين اللي أقيم في الآونة الأخيرة. ومين حضر المؤتمرين؟ نخبة الناس، علماء هون وهون، هذول العلماء بيمثلوا هالشعوب. إذا كانوا العلماء ضايعين، ناس مع هذا الملك وناس مع هذا الأمير أو الرئيس، فماذا يكون موقف الشعوب؟ هذه فتنة تركت الناس حيارى، وهذه حقيقة مرة مؤسفة جدا. تركت الحليمة حيارى. نعم. لابد من حل، يعني ما في حل الآن غير التزام البيوت. ما في حل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وبعدين هذه أخي نتائج طبيعية، كإنسان أهمل صحته البدنية وكل ماله صحته لورا لورا لورا، لوصل للنقطة النهائية أنه طبيب أنه علاج ممكن يرجعه إلى الصحة الأولى، هذا خلاف سنة الله عز وجل. كذلك الأمور المعنوية أو الروحية، لما الإنسان بتم يستمر في الانحطاط صعب أنه يرجع، وإن كان لابد مثل بعض المرضى اللي بيصعدوا للحضيض بعدين بقدرة إلهية بيبدأ شوي شوي بتراجع بيستعيد صحته ونشاطه، ولكن هذا نادر والنادر لا حكم له. الله المستعان. جزاك الله خير.
تفضل. شيخنا بالنسبة اضطرابات الحيوانات ذكرتني سؤال، يعني من يسأل حول وجود روح للنبات وعدمه، هل هو من نفس الباب هذا العلم الذي لا ينفع الذي يسأل عن حول وجود، يعني يقولون هل يوجد للروح نبات أو لا، هل هذا من نفس الباب، من باب يعني العلم غير النافع؟ هو كذلك. نعم. إذا كان الإنسان صلى العصر، إنسان صلى العصر وجاء إنسان آخر صلى العصر وجاء إنسان آخر بده يصلي فأراد أن يصلي معه نافلة، هل يجوز ذلك وهل تكون جماعة؟ نعم يجوز. لكن هذه الجماعة فريضة ولا نافلة؟ لا نافلة. أيوه. واحد منهم فريضة حيكون طبعا، واحد فات الصلاة. نحن قلنا أنه هداك اللي فات الصلاة هي الفريضة. نعم. لكن اللي كان صلى الفريضة صلى وراءه متنفلا. متنفلا. فهي جماعة نافلة. ويجوز، وهذا الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام. يا الله. إن الحديث لا صلاة بعد العصر هل هو صحيح؟ صحيح. طيب ما بتعرضش مع هذه الصلاة؟ لا. ماشي. لأنه هنا في سببين. نعم. يعني سببين لعدم وجود التعارض. السبب الأول أن قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر من العام المخصوص، أي خصص بقوله عليه السلام في حديثين آخرين إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، ومعنى ذلك أن النهي الذي يفيده الحديث الأول حديثك هو عند بدء اصفرار الشمس وميلانها إلى الغروب، وما أظن أنت عانيت هذا. لا طبعا. ولذلك فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الصلوات التي لا أسباب لا يكره أداؤها في الأوقات المكروهة، كرجل مثلا توضأ عند اصفرار الشمس أو بعد بعيد طلوع الشمس، فيستحب حقه أن يصلي ركعتي سنة الوضوء، فهذه صلاة كما يقول فقهاء الشافعية من ذوات الأسباب، وكل الصلوات التي لا أسباب يشرع أداؤها في الأوقات المكروهة، وبإيجاد الأوقات المكروهة هذه هي بالنسبة للتنفل المطلق، أما عبادة مقيدة ومنها ذوات الأسباب فلا تكره. دخول المسجد مثلا، تحت المسجد. وياه شيخنا، ايش الرد على من يقول مثلا نفس الصيام يقيس هذا على الصيام، صيام ممنوع اذا كان يعني ولا ما في وجه مطلقا؟ ما فهمت. ما هذا اللي مثلا يقيس هذا الامر بالنسبه لقضيه الصلاه ذوات الأسباب قيسها على قضية الصيام الممنوع أحيانا، ويبيح بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، يعني يبيح بعض الأيام الممنوعة. ما أظن يقول بهذا فقيه. مثلا دخل يوم العيد وكان يوم اثنين، هاي له سبب شرعي، من يقول بأنه هذا يغلب؟ لا أحد. وهذا معناه لا قياس في العبادات، وكفى الله المؤمنين قتالها.
شيخنا في التعبئة الجماهيرية للإخوان المسلمين وكذلك الشيوعيين يجتمعوا معا مع الديمقراطيين مع ملل كثيرة جدا ما شاء الله. أستاذ عمان الدولي يا عيني. طبعا النابلسي وأحمد نوفل وهالشلة، ما أدري توجيه هؤلاء الناس بكلمة منك إن شاء الله. وهل يتوجهون بكلمة من عندي؟ يعني أي وحدة لو كانوا يلتفتون إليها أغنتهم عن أي كلام، وكونوا مع الصادقين. ولا هي مش واضحة شو معنى وكونوا مع الصادقين؟ واضح بس بدها توضيح. ما لا يقوم الواجب إلا به فواجب. نعم، ما بدخل في باب سؤال أخونا في اجتماع فلان وفلان وفلان في أستاذ عمان، يعني اجتماع للوصول لهدف معين مثلا. يعني مثل ما فعل السعودية، يعني مع فارق النية الصالحة. ايوه، نحن شو بدرينا انه النية الصالحة؟ هذا معناته لا يجوز ان نتكلم على ناس لا ندري ما نيتهم. لا لا، يعني ونحن لا ندري، نتكلم عن السعوديين لانه ما ندري شو نيتهم. هو الله اعلم. ها؟ الله اعلم. كيف يعني؟ شايفك هنتك ضعفت هلا. ها؟ شايف هنتك ضعفت. لا والله ان شاء الله انها دائما قوية، ولكن ابحث عن السعودية. لا بس لما ذكرنا السعودية كأنه يعني وقف شوي عن منطلقك الأول، مع أنه هون قضية أشكال، لأنه هذول الجماعة اللي أشار إلهم يا بيعدوا 50 شخص يا 100 شخص إسلاميين، يعني يا 1000 شخص يا 1,000,000 شخص، ولا ما بيصلوا للرقم. نسأل الله أنهم يصلوا. رجعت انتبه تعيش الخيال. وأنا نحن عم نحكي عن الواقع يا أخي. نعم نعم، هذول اللي بدهم يجتمعوا في المكان اللي أشار السائل. عم نقول نحن بالتسلسل، يا 50 يا 100 يا 1000 يا 10,000 يا 1,000,000. وتقول لي أنت إن شاء الله بيصلوا، إن شاء الله بيصيروا ملايين. لكن المهم، هل تتصور إنه هذا الاجتماع رح يكون من الإسلاميين أكثر من السعوديين عددًا؟ لا طبعًا. طيب، إذا كان هدول ما بيجوز نحكي عن نياتهم، ونحن ما حكينا عن نياتهم، بيجوز نحكي عن السعوديين عن نياتهم؟ ولكن السعوديين في ما جاوبتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهيت؟ ما فصلت شيخنا. ما في عندي تفصيل. كونوا مع الصادقين، ولا يجوز التعاون مع الكفار والمشركين. ونحن كنا نتكلم مع الأخ هنا الفاضل أنه هو توهم أننا نتكلم عن نواياهم، ولذلك قال الله أعلم بنياتهم، ونحن نقول معه كذلك. لكن نحن اقتصرنا على آية في القرآن الكريم تجاوبا معك في حدود معينة، كونوا مع الصادقين، يعني تعاونوا مع الصادقين. فأردت أن أقول للأخ الفاضل أننا نحن لا نشك بأن ما فعلته السعودية خطأ فاحش جدا، لكننا في الوقت نفسه ما ندري شو كانت النية. هل كانت النية فعلا يعني تسليم البلاد للكفار، وأن يكونوا هم الأسياد وأهل البلاد هم العبيد، أو لا تصوروا أنه الخلاص من الهجوم العراقي المفترض أو المتصور يكون بالاستعانة بالكفار؟ وكل النيتين خطأ يا شيخ. أنا ما أتكلم عن النيات بالنسبة للسعودية.
سامحك الله حيرتنا أنت. هذيك صاحبة تقول الله أعلم بنياتهم، هل رجعت تحكم على نياتهم؟ القصد أنه بالنسبة للي عندنا هون ممكن المشايخ اللي في البلد يتعاونوا مرغمين على مع بعض الناس، ولكن الهدف معروف عند الجميع طبعا أنه الهدف يوصلوا لأمور لصالح المسلمين، كما حكينا أنه ما لم يتم الواجب إلا به أو النص مش صحيح بجوز الحقيقة. طيب هل تكون نياتهم طيبة؟ إن شاء الله تكون طيبة للوصول إلى لا تقول يا أخي إن شاء الله لأنك بتضيعها بعدين. أي مشيئة بيد الله ما نعرفها، يعني يا أبيض يا أسود. ما في عنا حلول وسطية. السعودية بيتت، السعودية بيتت نية سيئة من الأساس من قبل أن بس هذا لا من قبل الأمريكان لا بس هذا بيخالف مبدأه. إنه أنت عم تخالف مبدأك يا أستاذ، يعني نحن الآن ما منقول لك أصبت أم أخطأت عطي بالك، لكن أنا ما بريد المسلم يحكي كلمتين متناقضتين. صحيح. أنت الآن نقضت مبدأك، تقول أنه نحن ما نعرف نواياهم، الآن بتقول السعودية بيت نية سيئة مش على قضية الخليج. ما كمان لا توسع لنا للباب ثاني. أنت عم تحكي عن السعودية، أما عن قضية ما بهمنا. المهم أنك أنت عم تتكلم عن السعوديين أنه نيتهم سيئة، أما بأنه قضية هذا بحث ثاني. فهذا بنقض قولك شو بدرينا بنياتهم. أنا بقول لك شو بدريك، أفعالهم. توافق معي ولا ما بتوافق؟ مين هم؟ هم هذول اللي بتقول نياتهم مبيتين نيات سيئة. مين هذول؟ السعوديين. فأنا بحكي على مر السنين، يعني مش قصد أنه الأيام الشهور اللي فاتت، على مر السنين عرفنا أنه معليش يا أخي لا توسع بارك الله فيك، يعني ما تأخذني أنت لأول مرة شرفنا بجلوس معنا. البحث العلمي ما بيقبل هيك وهيك وهيك وهيك، شردنا عن كل شيء، إنما نحن منحدد الموضوع الآن. هل يجوز لمسلم أن يقول إنه الجماعة الفلانية نياتهم سيئة أو لا يجوز؟ مسألة تختلف فيها الأنظار، ونحن مع أننا ما طرقنا الموضوع لما أجبنا بالآية وكونوا مع الصادقين، ما طرقنا موضوع النوايا، لأنه أصل السائل ما تعرض للنوايا، وإنما تعرض لهالتكتل وهالاجتماع، أليس كذلك؟ ما تعرض السائل للنوايا وإنما تعرض للفعل، وهذا التكتل والتجمع. وقال بلكي بتوجه له نصيحة، وسمعت كان جوابي فقط وكونوا مع الصادقين. كان جواب حضرتك ما بنعرف نواياهم أو ما نتكلم في نواياهم، أليس كذلك؟ إذن نحن ما تكلمنا عن النوايا، تكلمنا عن الأفعال. وحتى نقرب لك الموضوع ضربنا لك مثال بالسعودية، وإذا بك تقفز ما شاء الله قفزة الوزلان. شرط عن الموضوع. لا عكست الدعوة، قلت نياتهم سيئة ومبيتين نوايا سيئة، وبعدين دخلت في شرح أنه من كذا سنة. سبحان الله، كيف تجي بتقول أنه نوايا هذه نحن ما لازم نتكلم فيها، وبعدين تجي بتخص دولة بتعد ملايين؟ عشان هيك أنا دخلت في التفصيل إنه دون أدش بعدوا 50 واحد 100 واحد 1000 واحد 1,000,000 واحد. إذا 1,000,000 واحد أو 50 واحد وما بين من الأعداد، حضرتك أردت إنه ما نتكلم عن نواياهم ونحن ما تكلمنا عن نواياهم،
شو انت بعدين تيجي تتكلم عن نوايا ملايين؟ انا قصدت الحكام بس ما قصدت الشعب بس يعني. لما بتقول السعوديين يعني تقصد الحكام؟ ما هي الآلة الحاكمين هم السعوديين، ولكن الباقي هم أهل الحجاز. كيف يعني؟ يعني كمان مدشرة. يعني في ناس من أخواننا السعوديين من أهل الحجاز، إذا تقول له أنت سعودي يغضب، قل لا أنا مش سعودي أنا حجازي. لأنه يعني من أهل السعودي يعني. حجازي يعني. الشيخ نروح بالأزمة. تذكر أن أنا كنت أقول لكم من شهور وقبل الفتنة أنه يخشى أن تقع الواقعة في السعودية ويقسموهم. تذكرون؟ هاي الآن بدأت النذر. لكن أنت ما تعرف أنه في بعض غير الحكام أيد الحكام؟ طبعا حتما لازم يشارك. نعم صحيح. ايه ولا تزال تقول انت تقصد فقط الحكام بالنية السيئة بالنسبة للسعودية. ايه السعودية. في مشايخ سعوديين بأيدوا الحكام يا سيدي، هذا كل واحد أجره على جنبه فيما يقول. لا ما أسألك عن هذا. كلامك في لما بتخص السعوديين بالذكر. بعدين خصصت الحكام، وشو رأيك في الذين يؤيدون الحكام من السعوديين؟ مخطئين حتما. لا أنا ما أسألك مخطئين. أنا بقول هدول مخطئين وهدول مخطئين وهدول مخطئين، فأبيت علينا يقول هدول مخطئين، قلت الله أعلم بنياتهم. يا سيدي الله يجزيك الخير. أنا عقلي الصغير يعني ما شاء الله بالنسبة لجنبك مش راح أستوعب كلامك كله. هسه بارك الله فيك. فيها كم من جلسة هيك مش ممكن أستوعب. إن شاء الله شيخنا فيك البركة. أنا مش متابع نهائيا يعني أي إن كانت الجماعة. أنا رجل أبحث عن الصحيح. بارك الله. ذلك هو الظن بك. الله يجزيك الخير. أما جزء أعتقد الإخوة إني أتبع فلان وعلان، هذا كلام خطأ. أنا أتبع الإشي الصحيح اللي إني أقتنع فيه. أنا أعمل لك بس عم أذكرك بمبدأك. الله يبارك. أنت خالف مبدأك لما بدأت تطعم بالسعوديين ونواياهم. نتعلم. خليك على مبدأك. لكن خليك على مبدأك، لا تتكلم عن النوايا، الله أعلم بالنيات. لكن تكلم عن الأفعال. ما فعلته السعودية في عندك شك أنه مخالف للشرع؟ لا طبعا. طيب ما فعله صدام في الكويتيين عندك شك؟ باغية طبعا. لكن شو نيته؟ بينه وبين ربه. هذول الحكام السعوديين شو نيتهم لما جابوا البلاء الأكبر لبلادهم؟ الله أعلم بنيتهم. هذول اللي بدهم يتعاونوا مع البعثيين والشيوعيين والآخرين الملاحدة شو نيتهم؟ الله أعلم بنيتهم. لكن هل هذا الفعل إسلامي؟ هل يتناسب مع الجماعة الإسلاميين؟ لا لا يتناسب مع عزة الإسلام أصلا. فإذا لا توبى لما نبدأ نجاوب عن الأفعال ونقول نحتج عليهم بقوله تعالى وكونوا مع الصادقين، لا ترجع تقول أنت الله أعلم بنياتهم، لأنه معناه حين ذاك خالفت مبدأك الأخير اللي أوضحت النهاية أنك أنت ما بتنتسب لأشخاص. شايف؟ أنا أتكلم من منطلق غيرتي على الإسلام، وأتمنى أنه يعود عزة الإسلام للواحد يمشي في الشارع يقول والله أنا مسلم. صحيح. يعتز باللحية، يعتز في دشداشته، يعتز في جميع شغلات الظاهرة، ومن ثم يعتز انه والله قد يكون مسلم صحيح. يعني هذا المنطلق اني بتكلم، وممكن اني بكون مرات بخرج عن المألوف في الحديث شوية. الله يجزيك الخير يا شيخ. بارك الله فيك. المهم انك يا اخي تفهم علي انا ماذا اريد. ان المسلم ما يكون ضايع. يعني مرة بيقول بالنسبة لناس عملهم خطأ الله أعلم بنياتهم،
ومرة بيقول في مسلمين آخرين نياتهم مبيتة من كذا، هذو مسلمين هذو مسلمين، أنت لا تعصب لا لهدون ولا لهدون صح؟ فإذا ليش هون بتقول الله أعلم بنياتهم وهنيك ما منقول الله أعلم بنياتهم؟ هو احنا في هذا قلقلة ما نحبها لك. ان شاء الله اني بس اوضح نقطة انه ما صدقنا وانه كلمة المسلمين ترتفع شوي في البلد بغض النظر انهم مسلمين، يعني الناس اللي زي ما يقول الغريقة تعلق في قشة، فاذا صار في من هون ناس بتذمهم لا حول ولا قوة الا بالله. الواحد المسلم اللي يتمنى انه يظهر الاسلام بعزته ممكن يكون الغريق اللي يتعلق بالقشة هذه. هو هيك نعم، هو هيك. جزاك الله. مشكلتنا اليوم مشكلة كبيرة يا أستاذ. يا وأنت أخيرا يعني كأنك قربت الموضوع إنه الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. لكن هذا عايش في الحقائق ولا في الأوهام؟ حتما أوهام. نحن ما بنحب المسلم يعيش في الأوهام. هل الرجل اللي صار وزير الأوقاف وكنا نرجو أن يكون خير من سلفه الماضي ها؟ نعم. طيب. نعم 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 الجزائر. هذه يا سيدي بالنسبة للأمور هذه هي بتكون، أنا أشرت إلى شخص. أما انتهى شيء. أنت الآن تعتقد أن العراق أخطأت في الاعتداء على الكويت. شو رأيك وزيرنا الجديد راح أيد صدام المعتدي كما قلت أنت الباغي؟ شفت صواب هذا العمل؟ لا طبعا ما. أما شو نيته ما بنفحص في نيته. أنا بدي أرجع عاد خربت. القصد أنه يعني أنا تكلمت بالكلام هذا، الموضوع كله هو اللي بيؤدي إلى الأعمال الفردية اللي بيقوموا فيها المسلمين الآن، أنه إنسان عمل عمل فردي نزل مثلا على فلسطين أو ذهب إلى مكان معين عمل عملية وانقتل وراح، هذه هي أسباب العمليات الفردية اللي بيصير الآن. إحنا ما بنصير عمليات فردية، بدها تكون عمليات جماعية إن شاء الله من هون وغاد، هذا القصد يعني. وأنا ما بقول معك عمليات جماعية، أنا هالجمع بفرده، الجماعات بفردها، يعني مريد نجعلها جماعة واحدة. لابد لازم الجماعة الناجية. بينما أنت هلا إذا بدنا نحاسبك على نيتك بتأيد الجماعات، نحن ما بنأيد إلا جماعة واحدة. لا أنت فهمتني خطأ معناته يا شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخنا بالنسبة لسؤال الغازي اللي بدأ فيه، قال بأنه يعني عم حول قضية بعض الجماعات اللي بتعاملوا مع الديمقراطية والقومية ونحو ذلك، فغفر الله لهم، يعني كانوا في فترة من الفترات يحرمون على الناس التعامل مع الشيخ أو يمنعون تلامذتهم أو كذا وعدم ازدواجية في الدعوة، الآن يتعاملوا مع الديمقراطية ومع القومية ومع كذا، يعني هذا التعليق. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا من باب التناقض الكلام كلام من قريب الذي جعل هذا التناقض بوجهه ما يسمونه مصلحة الدعوة، كما وصفه الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه بأنه طاغوت. أي والله. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب الوقت يمشي ها، اغتنموا الفرصة. شيخ المنصر، كيف يتم التوفيق ما بين العقل والنقل؟ بتسليم العقل للنقل مع التوضيح. نقرأ الكتاب فوق شيخنا الكتاب عرض العقل النقل فوق العقل.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشرع أصله غيب لا معرفة للناس به، وإنما عرفوه بطريق نبيهم. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع صار هذا الوحي معلوما لدى المؤمنين، معلوما معروفا. ثم قسم من هذا الشرع كما يقول الفقهاء تعبدي غير معقول المعنى، وقسم آخر معقول المعنى. مثال واحد لكل من القسمين: الصلوات الخمس وما فيها من نعم حكاية النهضة هناك تونس يمكن بدها تخرج شبه مسيرة ودعية المسلمين. الإنقاذ شيخنا. نعم الإنقاذ أو للنهضة النهضة تونس الإنقاذ أو يمكن. المهم نحن ما بيهمنا الأسماء على قلة ما أعتني بها. الفكرة يمكن يكون في الجزائر لأنه العدد اللي سمى ليها 5 ملايين. المهم قلت له إيه سألني بجوز نخرج؟ المقصود قال لأنه بدهم يجتمعوا على أساس يعلنوا الجهاد. قلت له وذكر لي هذا العدد الضخم، قلت له الجهاد وين الجهاد الآن؟ في جهاد؟ قال إيه الجهاد في فلسطين. قلت له كيف بدكم توصلوا فلسطين؟ دولتكم تسمح لكم أن تخرجوا 5 ملايين لتجاهدوا في فلسطين؟ ثانيا هل ستصلون إلى فلسطين برا أم جوا؟ وما هي الدول التي ستسمح لكم المرور في أراضيها إذا كنتم تمشون برا؟ وإذا كان جوا عندكم طائرات وهليكوبتر بخاصة تنزلوا في فلسطين وقاتلوا اليهود، ولا الله بده يسخركم بساط الريح مثل ما سوى مع سليمان عليه السلام، ولا أنتم جماعة ما بتفكروا إلا هيك جهاد؟ أما كيف طريق الجهاد والإعداد للجهاد؟ مسكين نعرف الوهم تبعه. قال لي نحن مشان إيش نرجع لأهل العلم نسألهم. قلت له يا رجل هذه مو قضية علمية، هذه قضية أنه تحتاج إلى قليل من تفكير. كيف تصلون إلى فلسطين وعندكم هذه السدود كلها؟ قال مثل ما قال صاحبنا جزاك الله خير، سبحان الله عندهم عواطف عجيبة وعندهم بساطة غريبة، عندهم بساطة غريبة. يا شيخنا واحد يدخل من هنا لهناك قبل ما يوصل اليهود يكون مقتول. الله أكبر، ما بعرف شلون هيك يعني بتخيلوا الأمور بهالسهولة هي. بدنا نجاهدوا فلسطين، الحدود تبعهم ما بيقدروا يتجاوزوها. إذا بتعتبر مظاهرة بسيطة وبدها تجاوز الحدود حيقفون عند حدهم. 5 ملايين
5 ملايين بدهم دولة يعيشهم بس يزودهم طعام وشراب. وين الأسلحة؟ وين القوة؟ وين جونين سلاح؟ دخل علينا هون بجوز 200,000 عملوا مجاعة في البلد. شايف كيف ال 5 والله شيء عجيب شيء مذهب. هذا كله وبذكر زي ما شيخنا كما هي الأصل في هذه الأمور التصفية والتربية وتعليم الناس على العقيدة على المسلم. إذا كان في هذا الأساس هذا هي الفرص الآن العقيدة بعد عبد الرحمن يعني الخطب الأخيرة اللي صارت واحد مسلم الآن تخافون الحروب ولا تخافون الله علم الغيب. يعني مثل كأنه قام القيامة ولسه ما صار شيء شهائل يعني كأنه شيء هائل جدا ما صار شيء لسه. طب هذا من الناس ولا نقدر نقول في دافع بيحركهم لهذا؟ ما من هذا من أنا عللته بقولي عليه السلام ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الرهن. قالوا وما البانع؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا. شيخنا قبل صلاة المغرب الإمام الذي أمن في المسجد بعد ما سلم طبعا قنت قنوت طويل بعد ما سلم بدون الحمد ولا الشهادتين ولا أي شيء أبشروا بالنصر أبشروا بالعز أبشروا بالتمكين. منذ أعلن صدام حسين أنه سيطبع على العلم الله أكبر والعزة لله أعلنها. عرفت شيخنا؟ لا والله هذا أعلنها أنه أطبعوا على العلم الله أكبر والعزة لله. أما هل يعلن إلغاء الحزب حزب البعث؟ فقال منذ نعم طبعا هذا الآن شيخنا بقول لك ما في إشكال عليه. شيخنا بيقول فمنذ أن أعلن قام أحد الجنود السعوديين عندما سمع الخبر وقتل 12 أمريكيا ومن السماء سقطت طائرتين أمريكيتين قبل الحرب وكذا وأبشروا يا أمة الإسلام. لا سبحان الله ما شاء الله يعني شيء يدغدغ العواطف فعلا ويثير النفوس. ونسأل الله أن يكون يعني أن يأتي بلده خير. الناس ما تنظر يعني للآن ولا اليوم وبكرة إذا كتب في الجريدة عن الاجتماعات القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفي الأخبار وكمان الأخبار اسمع يعني سبحان الله يعني بس كلمة الله أكبر خلق رسول الله وقولوا مبا الله أكبر يظنون أنهم على شيء وليس على شيء. الله أكبر. شيخ مجلس في المجلس تبع صدام يتكلم آلاف الكلمات وكل براءته من الحزب كلمتين ما عم بحكيه. مش المشكلة الكلمات. أنا سمعت كأنه في أسئلة وجهت ما بعرف هي تسجيل من قديم ولا اليوم بيقول الرفيق فلان هالكلمة أي واحدة تكفيه. لا يزال يستعمل إيش ألفاظ البعثيين وألفاظ الشيوعيين ومنهم بيعلنها أنه جهاد إسلامي. إن شاء الله إن شاء الله ما حدا بيكره إنه المخطئ يتوب إلى الله ويعود إليه ولكن لا نريد أن نكون إلا كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. ها؟ الذي يخادع الناس المكار يعني. لا حول ولا قوة. شيخنا إذا كان هنالك ميل قلبي يعني يود في الإنسان انتصار العراق على أمريكا على ضلال حكام العراق فيها شيء من ناحية شرعية داخليا يعني أجد هذا من نفسي. بس 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 فهمني اللي ما فهمته. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. داخليا يعني أجد هذا من نفسي. بس 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 فهمني اللي ما فهمته. شو اللي ما فهمته؟ اسمع اللي ما فهمته. ما فهمت ليش؟ ليش؟ لأنه طابع العراق المسلمين
يعني يقول لا إله إلا الله. تعلق القش يعني. كل. إيه. كيف؟ تعلق القش. إذا هو قش تبع الأول شيخ. إذا هو قش تبع. تعلق فيها كمان واحد. إذا هو بقلبك ما بوصل على لساني. المؤمنين فرحوا بنص أهل الكتاب على نون المؤمنون الصحابة غلبة الروح هنا يظن من بدء أولى إذا كان من النية أخذت الجواب هيك أكيد أخذت الجواب ما في شيء إن شاء الله جزاك الله خير أخذت الجواب شيخ بدي أعقب بالنسبة للفيديو والتلفاز الفيديو احنا عرفنا اذا كان ما به حلالا فهو حلال لكن التلفاز بيفضل انه هو صورة ووجود الصورة في البيت